Thank you. Mr. President, سيدي الرئيس, السيدات والسادة, عندما كنت أصغر سنا كنت متأثر كثيرا بكتابين, أحدهما هو نهاية التاريخ الذي ألفه فرانسيس فوكوياما, والثاني هو صراع الحضارات الذي كتبه سامويل هانتينغتون. فوكوياما كان مثل وصف كان يصف عالما شجاعا جديدا, يوتوبيا جديدة, مدينة فاضلة جديدة, يتوقع أن كل الدولة لديها كل الأنظمة, كل نفس النظام السياسي الذي يعتمد على وجود برلمان حر منتخب. إنه حلم جميل, ولكن لا يرقى إلى ما فوق ذلك. أما بالنسبة لهانتينغتون, كان ساخرا, كان حقيقيا, وتوقع بالفعل الصراع المتدرج للصراعات المختلفة. وبالمناسبة في إحدى مقالاته في الشؤون الخارجية تحدث عن الحدود الدامية للإسلام. إذن نحن لدينا الآن نوع جديد من الحضارة, أعتقد أنني أسميها ضد الحضارة, التي ظهرت خلال الثلاثة عقود أو العقدين أو الثلاثة عقود الماضية. السمة الرئيسية والطبيعية لهذه الحضارة هو حقيقة أنها مبنية على الإرهاب, وليس أكثر ولا أكثر من الإرهاب. ونحن نرى هذه الأفعال الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا, وليس فقط أوروبا, ولكننا نوجه عزاءنا وتضامننا مع ضحايا الأعمال الإرهابية. ننظم مظاهرات وحشود, ولكن للأسف الشديد نحن نتردد في مواجهة ومقاتلة الحضارات الإرهابية بقوتنا الكاملة. وهنا لابد أن أقر بأن منذ عام مضى انتقدت هنا أن الأمم المتحدة ليست قادرة على تنقيح كلمة الإرهاب. الموقف اختلف, إنها بعد 70 عاما لم تستطع الأمم المتحدة تقنين كلمة إرهاب.